مرحبا مرة أخرى بكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور بهذا النقل المباشر من خلال الحصيلة الوبائية من مدينة سيدي بنور في هذا البث المباشر. تحية لكل المتابعين ديالنا في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في اللي في هذه الجولة بمدينة سيدي بنور كذلك بإعطاء الحصيلة الوبائية التي الوبائية لكوفيد 19 الذي أصبح يجتاح كل مناطق العالم وكذلك المملكة المغربية اللي أصبح أنه تحصد أرواح كثيرة. كما قلنا لكم الحصيلة الوبائية على الصعيد المملكة المغربية سجلت اليوم 3508 حالة مؤكدة بالإضافة إلى 4902 حالة شفاء ولله الحمد. كذلك للأسف تسجيل 69 حالة وفاة. بالنسبة لمدينة سيدي بنور خلال 24 ساعة الماضية عرفت تسجيل 0 حالة ولكن للأسف تسجيل حالة وفاة واحدة بمدينة سيدي بنور. إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف أصبحنا نلاحظ عدد الوفيات أنه اكثر في هذه الأيام هذه. دائما في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في في هذه الجولة وكذلك الحصيلة الوبائية في مدينة سيدي بنور. تحية لكل المتابعين ديالنا، تحية الناس ديال سيدي بنور، تحية لكل المتابعين عبر المملكة المغربية وكذلك على الصعيد الدولي، تحية للجميع. ودائما نقول لكم مرحبا ومباشرة معنا في هذا البث المباشر اللي كما قلنا من خلاله تنطوكم الحصيلة الوبائية بالمملكة المغربية اللي تم تسجيل اليوم 3508 حالات، حالة مؤكدة بعد التحاليل الإخبارية. كذلك 4902 حالة شفاء، 69 حالة وفاة. مدينة سيدي بنور سجلت 0 حالة وكذلك للأسف تسجيل حالة وفاة واحدة بمدينة سيدي بنور. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في في هذا اللقاء المباشر. غير كما للعلم أنا بعض المعلومات لاستغناء أن واش الناس عندها رغبة التلقيح، السؤال المطروح كما شرنا واش مثلا حنا كمدينة سيدي بنور، واش مدينة سيدي بنور كباقي المدن مستعدة للتلقيح. كنتمنى ان الساكنة انها تكون على اتم الاستعداد والمغاربة على اتم الاستعداد من اجل التلقيح. كما تقولوا عفوا اعتذر كما تقولوا واش الدولة مستعدة انها تضحي بالابطال ديالها كرجال الدرك الملكي، الامن الوطني، القوات المساعدة، الاطباء، القياد، السلطات المحلية، القوات المسلحة الملكية. يعني هادو هما الاولين اللي غادي يكونوا غيدير لهم التلقيح، هما الاولين. يعني واش الدولة مستعدة تخسر هاد الناس هادو؟ يعني لا يمكن ان
ان الدوله مستعده تخسر هاد الناس ديالها ويكون هاد التلقيح يعني تلقيح غير فعال او مضر. وكيما تيقولوا شي وحدين مثلا ان هاد اللقاح هذا غادي يكون ان هاد اللقاح هذا مثلا قال لك فيه شي حاجه اللي غادي يبقاو متبعينا بها ويعرفونا فين كاينين واش كنديروا. انا تنقول شي وحدين اللي تيقولوا هضره يعني علاش شو السبب اشنو كدير نتايا في المجتمع باش غادي يتبعوك. يعني حنا مجرد بشر ناس عاديين بسطاء باش يعرفوا كيفاش كدير ولا فين كتحرك ولا دي. يعني يكون هادشي راه يديروه في ادويه اخرى في ادويه اللي شائكه والادويه اللي معروفه واللي كنتناولوها ديما بزاف ديال المواد اللي قادر يديروا لك فيها انت هاد الماده هادي. هذا فيروس جاء من عند الله سبحانه وتعالى كما كان الحال. الحمد لله ونشكره على كل حال. وكنتمنوا انه يكون يعني باش الحالات يبعدوا منا ما نبقاوش ما يبقاوش عندنا الحالات لان راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنتمنوا الشفاء العاجل لكل المرضى وكذلك نترحموا على الاموات اللي ماتوا بهذا المرض هذا وكل الاموات ديالنا لان ما كاينش غير الوفيات بسبب كورونا راه كيبعدوا علينا. وكنتمنوا الشفاء كما العاجل للجميع. كما قلنا ان مدينه سيدي بنور عرفت اليوم خلال 24 ساعه الماضيه تسجيل حاله وفاه صفر حاله 3508 على الصعيد الوطني. الشفاء 4902. الوفيات 69 حالة وفاة. مدينة سيدي بنور حالة وفاة واحدة. الله يلطف بينا والله يبعد علينا هذا البلاء هذا. كنتمنى أن مدينة سيدي بنور تبقى في حفظ الله وأمانه. كما نعيد المتتبعين ديالنا الكرام أن الليلة غتكون عندنا حلقة شيقة حلقة يعني مشوقة ومهمة. حلقة اليوم اللي غتكون هي مراكز الولادة أو أقسام الولادة بالمغرب وسيدي بنور كنموذج اللي غادي نناقشوا فيه مشاكل ديال أقسام الولادة ما يتعرض له المواطن من ابتزاز ومن من تهميش ومن تحقير في طرف بعض المستشفيات في اقسام الولاده. اللي غيكون الموضوع ديالنا في حلقه اليوم اللي كنتمنى انكم تتابعوا معنا ان شاء الله. دائما ومباشره من مدينه سيدي بنور في هذا النقل المباشر عبر قناه شوف تي في من خلال هذه الحصيله الوبائيه. الان بهذه الجوله هذه من خلال كذلك تنوريكم بعض احياء مدينه سيدي بنور بعض احياء المدينه. وكذلك الناس اللي ما تعرفوش مدينه سيدي بنور تنقول لهم مدينه سيدي بنور هي هذه المدينه الهادئه والمدينه الجميله بحبها بثقافتها باهلها بتقاليدها. هي مدينه سيدي بنور. تحية للشباب المدينة من خلال هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في قناة الشاب وقناة الأولى بامتياز أول تلفزة إلكترونية بالمملكة المغربية وهي قناة شوف تي في. اللي كنشكر الطاقم التقني المشرف على القناة على رأسهم المدير العام سي ديس حسن وكذلك
تحية للطاقم التقني المشرف على صفحات القناة وهما الأخت مريم والأخ عبدو. تحية لكل الزملاء والزميلات المراسلين والصحفيين في قناة شوف تي في بكل أطقم ديالها، بكل الصحفيين المراسلين المراسلات التي بذلوا مجهود جبار من أجل توصيل المعلومة، من أجل كذلك مساعدة الناس من خلال النشرات الإخبارية. أن بقرب من المقر الاستراتيجي والقبض النابض لمركز المدينة في كيتواجدوا أغلب المقاهي والرواج، وهذا تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في في هذا النقل المباشر الذي نقوم به يوميا. كما قلنا لكم نتمنىكم أنكم تتابعونا اليوم مباشرة على الساعة 10:30 بين الساعة 10:30 والساعة 11 ليلا في برنامج مع زهير. من خلال الموضوع اللي غادي نناقشوه هو حول أقسام الولادة وما يترتب عنه من نتائج سلبية وإيجابية. تحية لكل المتابعين ديالنا. من هنا هذا المكان نقول لكم إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله في نقل مباشر آخر عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور. إلى اللقاء.